في رحيم لا رحيم بقى كان الناس العكس، وكمان الناس كانت بتتفرج عليه كتير، يعني كان من اكتر المسلسلات على ما اعتقد، او زي ما قالوا يعني الناس اللي كانوا بيعملوا استفتاءات او القنوات، يعني انه كان من اكتر تلات او خمس مسلسلات الناس بتتفرج عليهم، فده خلى ان الناس كمان تعرفني اكتر من طريقه، لان الكاركتر كان بيعمل حاجات كتيره قوي وبيتخانق مع اخوه، يعني قصدي غير كاريكا كان هادي. لا هشام السيوفي كان قصة تانية، هما الاثنين فعلا كانوا معلمين مع الجمهور وحققوا نجاح كبير جدا، بس صاروا كاريكا من موقفه اللي هو قدمه في المسلسل كان كسب تعاطف الجمهور اكتر. شايف ان الشخصية دي موجودة في الحقيقة؟ طبعا موجودة، لو نزلت اي منطقة شعبية دلوقتي هتلاقي الناس أمثلة كاريكا دول كتير جدا، وده اللي بيخلينا كمان لغاية دلوقتي محتفظين بهويتنا كمصريين وبتقاليدنا، فكرة الجدعنة والرجولة، وإن في أي منطقة دايما في اللي بيخاف على بنات منطقته وممكن يعمل أي حاجة لأهله، وبيصبرت لأخوه والمامته والباباه، لا مامته كانت متوفيه، بابا الدب. كام مره شافوك محمد عز؟ انتوا الاثنين بتجوا مع بعض؟ كتير قوي. احنا هو جاي النهارده فانا عامل كده عشان ابعد عنه خالص. انت عامل ده عشان تختلف عنه؟ النضاره. لا انا وعز اصحاب جدا من زمان يعني، ودرسنا مع بعض في مركز الابداع الفني خالد جلال، الاستاذ خالد جلال. فده يمكن خلانا قريبين من بعض حبه. بس انا بحب طبعا محمد عز، ومحمد عز كمان صاحبي وانتيمي وحاجات كتيره بقى، يعني احنا قعدنا مع بعض 3 سنين في مركز الابداع، كنا يوميا مع بعض. بتابع له الاب الروحي؟ بتابع الاب الروحي. انا عارف انه امبارح كانت اول حلقه اتفرجت، كان عامل مشهد مهم كده كان بيكلم فيه هند عبد الحليم. متابع. انت اثبتت ان انت متابع بتحبه. هتعمل معاك اللالي ولا لا؟ لسه احنا اللي بنعمل مع الناس اللالي.